النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية التي ستتحدث به عن هذه الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. المملكة تتأثر بمنخفض جوي خماسيني، هناك أجواء حارة نسبيا جافة ومغبرة، درجات الحرارة تكون تقريبا تصل في العاصمة 30 درجة مئوية في ساعات النهار، وكذلك أمر في المنطقة الشمالية، رياح نشطة وأجواء مغبرة سواء في المنطقة الجنوبية أو حتى في المنطقة الشرقية، مع فرص لأن تحظى بعض المناطق الشرقية بزخات محلية رعدية من الأمطار. تكون في البادية الجنوبية درجة حرارة 31 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 20 درجة مئوية، 28 إلى 19 في جبال الشرايف، 32 إلى 25 في خليج العقبة، و 37 إلى 21 درجة مئوية في المنطقة الشرقية من المملكة. يوم الاثنين يتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية تعتبر معتدلة الحرارة وتندفع خلف المنخفض الجوي الخماسيني، تعمل على انخفاض لافت في درجات الحرارة وعودة درجات الحرارة إلى مستويات يعني هي طبيعية لهذا الوقت من العام. يعني المستويات التي كانت في درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية هي أعلى بكثير من المعدلات. الآن تنخفض درجة الحرارة يوم الاثنين إلى 22 درجة مئوية، وهي تقريبا مساوية لمعدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام في ساعات النهار. ليلا 11 درجة مئوية، والأجواء تكون بعض الشيء حتى مائلة للبرودة. طبعا هناك نشاط لافت في سرعة الرياح سيكون في يوم الاثنين بشكل واضح جدا، حتى أن الطقس سيكون عاصف، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث عواصف ترابية ورملية في المنطقة الجنوبية وبالأخص المنطقة الشرقية، وبالتالي هناك تدني كبير متوقع في مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية الخارجية وخاصة الطريق المؤدي إلى الحدود العراقية. 22 درجة مئوية إلى 14 في إربد، 22 إلى 10 في جبال الشراء، 26 إلى 10 درجة مئوية في البادية الجنوبية، تكون في خليج العقبة من 33 إلى 19 درجة مئوية، أما في المنطقة الشرقية فتكون من 35 إلى 13 درجة مئوية، والأجواء تكون مغبرة للغاية ونشاط كبير في سرعة الرياح وهبات قوية متوقع للرياح يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء لا تغيير كبير على درجات الحرارة، تكون في العاصمة عمان 23 13 مع أجواء ربيعية معتدلة بمشيئة الله تعالى، 23 13 أيضا في إربد، 22 13 في جبال الشراء، 27 13 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 31 إلى 21 درجة مئوية في خليج العقبة، و 28 إلى 16 في المنطقة الشرقية بمشيئة الله تعالى. والأجواء تكون جدا رائعة يوم الثلاثاء على وجه التحديد، كونها ستكون الأجواء ليست حارة وليست باردة، ربيعية معتدلة في كافة ومختلف مناطق المملكة. يوم الأربعاء تعاود المملكة بالتأثر بامتداد تدريجي لكتلة هوائية حارة من جديد، لكن بشكل تدريجي. يعني يوم الأربعاء لن يكون الطقس حار، إنما يعود وتعود درجات حرارة الارتفاع، تصبح 28 درجة مئوية في العاصمة عمان، يعني الطقس يكون ربيعي دافئ في ساعة النهار، يميل الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر. ليلا تعود درجات حرارة للمستويات الصيفية من جديد، 18 درجة مئوية في ساعات الليل، 29 إلى 19 في إربد، 26 إلى 17 في جبال الشراء، 30 إلى 17 درجة مئوية في البادية الجنوبية ومدينة معان، تصل في العقبة إلى 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 25 مع أجواء أيضا حارة، وتكون 31 إلى 19 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس توالي درجات الحرارة الارتفاعها، وذلك بسبب اندفاع هذه الكتلة الهوائية الحارة باتجاه المملكة، تصل في العاصمة 32 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 21، تكون درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة بين 8 إلى 10 درجات مئوية، 33 إلى 22 في إربد و 29 إلى 20 في جبال الشراء، 32 إلى 19 درجة مئوية في البادية الجنوبية ومدينة معان، 37 درجة مئوية متوقعة في خليج العقبة، الأجواء حارة للغاية والصغرى 28 درجة مئوية، و 34 إلى 21 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. نختم هذا الأسبوع الذي نتأمل أن يكون يوم 30 هو نهاية الحظر في الجزء الموجود حاليا في الأردن بنهاية هذا الأسبوع، ولكن ننتظر صدور القرارات. بشكل عام درجات الحرارة أيضا مرتفعة تكون، والأجواء ستكون تقريبا حارة نسبيا، 32-19 في العاصمة، 32-18 في مدينة إربد والمنطقة الشمالية، 30-18 في جبال الشراء، 33-18 درجة مئوية في البادية الجنوبية، تكون 38-19
في المنطقة الشرقية. لكن لاحظوا معي العقبة تقترب من 40 درجة مئوية، 39 تقريبا في ساعة النهار، وصغرى 26، والأجواء تكون هناك حارة للغاية بمشيئة الله تعالى. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. بعض الشيء الأسبوع متقلب، يحتوي على بعض الأيام الذي يكون فيها الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، لكن تعاود درجات الحرارة للارتفاع إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات. وهذه السمة التي نعيشها منذ فترة في الأجواء، ترتفع درجات الحرارة في نهاية هذا الأسبوع إلى مستويات أعلى بكثير من المعدلات، ويعود الطقس الحار بمشيئة الله تعالى. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.